عن جد عم تحكي؟ ايه أنيقة ومرتبة كتير، ما بتحسي انه ماما مصاري؟ طب لتكون نسيانة جزدانة بالبيت؟ لا لا بيع، لو نسيانة جزدانة بالبيت كانت قالت لي، ما كانت قالت لي انه ماما مصاري وحرجت حالها. طب وانتي ليش كتير مهتمة بالموضوع؟ ليكم مشان هالعشر ليرات اللي دفعتي لها اياها. بتضربي انتي واللي بيتناقش معك، انتي كيف فتي على كلية الحقوق؟ بدي افهم بس. ليكا ليكا مين هي؟ لك هي اللي عم بحكي لك عنها. وينها؟ هي اللي عم تاكل كعكانيك. اي والله شكلها مرتب كتير. صدقتيني؟ صدقتك. يلا امشي احسن منها. شو نمشي؟ ما رح امشي من هون قبل ما اعرف شو قصتها. شو؟ شو بدك تعرفي؟ بدي اعرف شو قصتها، فضولي رح يقتلني، اذا ما عرفت بدي موت. يلا بعدين بشوفك. باي. ولك يا مجنونه لوين رايحه؟ مرحبا. ها؟ تذكرتيني؟ انا اللي شتيني الصبح بس. اهلين. عزبة صح كيفك؟ عن جد شكرا كثير لك، خجلتيني الصبح. لا بالعكس، انا مبسوطه كثير اني تعرفت عليكي. بس بدي اياكي ما تزعلي، بدي اطلب منك طلب. اي طلب؟ انا بدي اعرف شو قصتك. انا قصتي طويله كثير. يعني في قصه؟ نعم في قصه، بس قبل ما اقول لك اياها ممكن انا كمان اطلب منك طلب؟ معك كارلا؟ سميحه. كارلا جوعانه كثير، ممكن تعزميها عشي تاكله؟ ايه طبعا فورا، تفضلي. يا تركون للجوع والعطش والبرد، وين ضمير العالم؟ وين؟ يا محرمة طولي بالك، طولي بالك. يا رب ساعتنا الأيلاينر. تعرفوا شو؟ نحن ما لازم نضل ساكتين، نحن لازم نتحرك. أنا من بكرة رح نزل إعلان بالجريدة حملة لجمع تبرعات للسوسوناني. وأنا كمان حعمل حملة على الانترنت اجمع فيها كل التبرعات وحطها على الفيسبوك. برافو. طيب ونحن شو فينا نعمل؟ صح، نحن لازم نتبرع. صبايا خلو كل وحدة مننا تتبرع، شغلة من عندها ما بدي اياها وغالي عليها. انا باخذهم لكارلا مشان تبعتهم لأهلها هنيك. حلو، فكرة مهمة كتير. الزورة رؤي بقى شبك؟ أنا كتير كتير زعلانة من اللي زعوا قدري، والله والله ما برجع على البيت حتى يصالحني. أنا
عليكي، شو رايك تتبرعي بهدول؟ لك شو جناتي انتي؟ فاضيين بيسوس ونامي هلا يقعدوا يلعبوا رياضه ويهتموا بحالهم. لك الا ما تلاقي لها شي بنت خايفه على جمالها وعلى رشاقه جسمها. اطمني حبيبتي على المجاعه اللي صارت عندهم هلا، بيكون كل اجسامهم صاروا مثل ما كانت. طب شو بدي اتبرع لها؟ لبوني انت شو بدك تتبرعي؟ انا عندي كم كنزه قدام بدي اتبرع فيهم، بس والله حاستهم كثير قلال ما بكفوا، بشو اتبرع كمان سموحة قليله. هلا انا راح اتبرع على بشويه اكسسوارات، وانتي دوري لك على شغلي ما بدك اياها وما بتموتي اذا تبرعتي فيها. ايه لقيتها، بتجيبها لهون. لك شبك جو عبيط الصبايا طبعا، واوعى ثم اوعى تنكسر معك. لك يا جو لا تكتر اسئله، عم اقول لك بتجيبها لهون. ايه وين رحت؟ لا تنسى الوصل تبعها. اوكي يلا طياره باي. شو ميدو بدك تتبرعي بفازا؟ برافو، حقق 2000 دولار وبسوسونامي بيعملوا علي مزات وبيبيعوها، وبحقها بيشتروا اكل ومي وكل الشغلات يلي بيحتاجوها. وانتي هالزوره ما رح تتبرعي بالشي؟ انا يا ريت، كنت بتمنى كتير جاي على بالي، بس كنت عم فكر انه اذا بدي اطلع على البيت اجمع هيك كم شغله واتبرع فيهم، بده يفكر قدري انه يعني انا عم بتحركش فيه، مو نحن هيك متزعلين مع بعض وانا حردانه عندكم، ومو حلوه بحقي انه يفكر عم بتحركش فيه. حلوه بحقي؟ اه لا مو حلوه بحقك بنوب. وهي بطارية جديدة كنت جايبتها لسيارتي، بس معلش خلي أهل السوس ونامي يستفادوا منها ويشغلوا فيها قضية الخيام. والله فكرة حلوة. أنا جبت هدول الأكسسوارات لأنه غالين علي كتير، بس رح أتبرع على فيهم. وأنا جبت هدول التياب وهذا السيشوار، وهي الساعة كتير غالية على قلبي، هي تيتا هدتنيها الله يرحمها. واو شو حلوة. وفيها دول كمان يا صبايا، بس بتعرفوا بظن لسه بدنا بطانيات وحرامات، يعني هدول ما بيكفوا، ما في غير واحد. مزبوط. بنات شو رأيكم نعمل لمة مصاري؟ شو الوافق كثير منيح، بس ما تتجاوز 500 ليرة لأنه أنا ما فيني أدفع أكثر من هيك. لبونة حبيبتي هذا اسمه تبرع، يعني أنت شو بتقدري تدفعي ادفعي، والقصة ما أنا إجبارية. برافو عليك يا نور. نونو طلعي لعندي على البيت اعملي حالك بدك تجمعي تبرعات، شوفي لي قدري شو عم يساوي. هزار انتي متأكدة انك كل يوم بتجي على الجامعة؟ لك ايه كل يوم الساعة 8 الصبح بتكون هون. صارت الساعة 8:30 وينها؟ ما بتأخر ولا بتجي. صرنا من الساعة 7:15 ونحن ملطوعين هاللطعة هاي هون، إمتى بدك تجي على الجامعة؟ الساعة 6 الصبح؟ ليك ريكا يا مو. صباح الخير كارلا. صباح النور. بعرفك الناس مع صديقتي. أهلين. أهلين. ليكي نحن أنا ونسمع عم نعمل لك حملة تبرعات. تبرعات؟ إيه. لا لا عفوا ما مستحيل ابدك شيء، ما بقدر، ما تحرجوني صدري. لا هدول مشان اهلك بسوسونامي. اذا بدك سميحه ما تحرجوني، ما فيني ابدا هيك قصه. هلا هي التبرعات جايه لاهلك، انت ليش تقطعي بنصيبهم؟ يعني يا الله انا ماني حابه اكون متسوله اشحد على اسم اهلي. يعني هلا اهل سوسونامي عم يشحدوا التبرعات من جميع انحاء العالم، كل هالتبرعات اللي عم تصلون من كل العالم بتسميها شحاده؟ حبيبتي هي اسمها فزعة إنسانية، سببها كارثة طبيعية. بتعرفي شو يعني كارثة طبيعية؟ ولو ها؟ والقانون بيقول لك لازم تقبليهم، وإذا ما قبلتيهم بصير في مشكلة، فلازم تقبليهم فقبليهم. يا الله يا الله على الإحراج يا الله. يعني شو نوع التبرعات؟ في حرامات وفي بطانيات وفي معلبات وفي فازة أصلية، ديري بالك عليها كتير منيحة غالية. ايه يعني ماني عارفانة كيف بدي اتشكركم عن جد، لسه الدنيا بخير. هدول كمان إليك. كمان مصاري؟ ولو انت لسه ما بتعرفي كرم اهل الشام. يعني من قاس يوم صلوا يا وطني وارى لك دخيل الشام وارض الشام واللي بيمشي على الشام واللي بيعيش بالشام.